اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا اثبات سحب من موقع دبل وين. كنت انا اشرحت يوم الامس كيف ناخذ ونربح 1 دولار تحصلنا في الربح. انا تواصلت معها تقريبا 3 مرات تحصلت عليها مره واحده فقط. لذا حاولوا وكان بطبيعة الحال تواصلت معاكم قوموا بالعملية وبنشر المنشور اللي قلك عليه هو وتاخذ 1 دولار وتتحسن من الربح. لكن الآن باش نثبتوا مصداقية هذا الموقع إلى الآن يدفع والسحب فوري تقدر تسحب ترون بي ام بي ويوز دي تي. باش نتعرفوا كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل ذلك ما تنسوش اشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت من قناه عالم امين. واللي عنده اي استفسار ويتساءل يجي متواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط تلقاه في صندوق الوصف. الان نتوجه الى اثبات السحب. هذا حسابي اصدقائي، ما عليك الا تضغط على مون تلقى اسفل الصفحه، وكما قد تلاحظوا اصدقائي في رصيدنا 0.5، ما عليك الا تضغط على هذا المكان هو الحد الأدنى 0.5. احنا سحبناهم بعد 5 أيام. نضغطوا على شوازير لو كونت دو ريتري، بعد ذلك نضغط على اجوتي ان بورتفوي نوميريك على ما أظن، وكما قاعد نتلاحظوا هذه طرق الربح تي ريكس بي ام بي ويو اس دي تي ويو اس دي تي ودوج كذلك. تقدر تختار يو اس دي تي وتسحب عبر تراست وولت. ما قلناش نقدر نسحبوا فوست باي فقط، لكن انا سحبت فوست باي وسحبت على يو اس دي تي تيرسي 20. نضغط في هذا المكان نتوجه الى الفوست باي باش ناخذ الوالت الخاصه بنا اللي باش توصل عليها الارباح، واللي هي ارباح صغيره صحيح لكن مجانيه. هذا الفوست باي الخاص بنا، ضغطنا على ديبوزيت وكما قاعدين ثلاثه اصدقائي نسخنا الوالت الخاصه بنا ونخليوها في هذا المكان. بعد ذلك باش نخليو كلمة المرور وإعادة كلمة المرور ونضغطو على كونتينيي. بعد ما ضغطنا على كونتينيي والمواصلة والاستمرار تمت العملية بنجاح، لكن باش نخليو في هذا المكان القيمة اللي حبوا نسحبوها 0.54. كنت انا اشتغلت 5 ايام، انتم تقدروا تشتغلوا اليوم السادس والسابع لكن يمكن بعد ما تقدروش تسحبوا، لذلك انا قلت خلينا نقدم اثبات سحب وعملت في 5 ايام. عملوا 6 ايام واسحبوا، تقدروا تقوم بهذه العمليه. على كل عملنا 0.54 ثم اقتطاع صغير، ضغطنا على روتري يقول لك شوازير لو كونت دو روتري. نعاودوا نعملوا الضغط على شوازير لو كونت دو روتري بورتفوي دو موني نوميريك ونعملوا إعادة كلمة المرور نكتبوها ونضغطوا على ريتري من جديد. تم السحب بنجاح. ما عليك إلا تتوجه إلى الفوست باي باش نتأكدوا من العملية، لكن قبل ذلك باش نضغطوا على مون وكما قاعد تلاحظوا سولد ديسبونيبل 0، يعني الأموال خرجت من الحساب الخاص بنا. هذا فوست باي الخاص بنا ومعناتها تم وصول الارباح. كان عندي في رصيدي تقريبا 27 فاصل، ضغطنا على ديبوزيت ننزلوا الى الاسفل باش نلقاو الارباح وصلت لنا على الفور. تيذر ترانزاكشن و 0.52 وفي 11/2022. الموقع هذا صادق، ارباح صغيره لكن موقع صادق. اللي يحب يجمع بعض السنتات بطريقه مجانيه وبطريقه سهله ومن دون فعل اي شيء علي بدبل وين، وان شاء الله تلقاه ورابط التسجيل اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت انا كتب مقاله كذلك تلقاوها في اول تعليق مثبت، تقدروا تضغطوا على الرابط وتسجلوا وتنتظروا 5 ايام، يعني في ثواني معدوده انك تضغط كل يوم كل 24 ساعه وتتحصل على 0.5 توصل لك على الفوست باي ولا اي عمله رقميه ولا اي منصه. انا شخصيا سحبت عبر الفوست باي ووصلت على الفور. ان شاء الله توصلكم على الفور كذلك. يمكن تنتظروا قليلا، الله اعلم. ان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات جديده ومواقع جديده ومجالات جديده للربح من الانترنت من عالم امين. الله يوفق الجميع والى اللقاء.